السلام عليكم. أنا ابن الأسيرة الجريحة إسماعيل جعبيس. أنا محروم من أمي، صار لي 6 سنين محروم من أمي. أنا بروح الدار ما بلاقي أمي زي كل طفل، كل طفل بروح الدار بلاقي أمه، أنا لا. أمي بالسجن، أمي اتهمت إنها عملت عملية بس هو الحكي لا، خربت السيارة معاها. أمي بحاجة لعمليات أكثر من 8 عمليات بالذات، فأنا بناشد العالم بعلاج لأمي، وبتمنى إنه أمي تتعالج عن قريب.